الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله عيالي بناتي في هذا البرنامج برنامج الاطفال يسالون نسال الله سبحانه وتعالى ان يسهل عليكم ويوفقكم في دراستكم وفي طاعتكم لوالديكم يقول عليه الصلاه والسلام عندما سئل اي الاسلام خير قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف هكذا من هديه صلى الله عليه وسلم اطعام الطعام هذا من الاسلام وهذا ما يدعو اليه الاسلام انك تعزم ربعك وتكرمهم وتكون تحب ان ياتيك الضيوف تطعم الطعام وكذلك تقرا السلام واقراء السلام تسلم على من تعرف ومن لا تعرف بعض الاحيان الناس ما تسلم الا على اللي يعرفهم لا انشر السلام ونشر السلام هذا من شعار الاسلام الله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين وشعارنا الاسلام ولذلك لابد ان ننشر او ينتشر فيما بيننا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه ضروري فتصوروا يا عيال يا بنات في المجالس هذا يسلم وهذا يسلم وهذا يسلم تعيش او نعيش في في اجواء كلها طمانينه وكلها يعني استبشار فكلمه السلام كلمة فيها الأمن وفيها الأمان. وأيضا فيها الدعاء. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن شرع لنا هذا الأمر. الآن المسلم كيف يعرف أخوه المسلم في الغرب؟ يعرف يعرفه بالسلام. فهو شعار عظيم وشعار يدل على عالمية هذا الدين الإسلامي. طيب ناخذ الآن السؤال الأول. السلام عليكم يا شيخ، معك الطالب رائد فلاح. لدي سؤال لك. ما معنى سغو الله؟ ما معنى تقوى الله؟ طبعا تقوى الله هي غايه الغايات. هذا هو الهدف الاسمى. اذا صليت تتقي الله، اذا صمت تتقي الله، اذا اطعت والديك تتقي الله، اذا جلست مع ربعك اتقي الله. التقوى الله هو اهم شيء في حياتك عندما تتعامل مع ربك عز وجل. ولذلك الانسان عندما يتقي الله عز وجل تجده حريص أنه لا يتجرأ على حرمات الله ويجعل دين الله سبحانه وتعالى أمامه دائما ما هو الذي يجوز وما الذي لا يجوز يجب أن نتقي الله في حياتنا سواء مع حقوق الله عز وجل أو حقوق كل واحد ونفسه أو حقوقه مع الناس كما قال عز وجل اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت يعني في اي مكان كنت والانسان يجب ان يراقب ربه ومراقبه الله سبحانه وتعالى هي التقوى تراقب الله عز وجل سواء كنت مع الناس او كنت لوحدك تراقب الله عز وجل كنت في بلدك او كنت مسافر الانسان يراقب الله عز وجل سواء كان مريض او كان ليس بمريض تقوى الله سبحانه وتعالى تجعلها دائما معك دائما معك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون والايات التي فيها تقوى الله عز وجل كثيره جدا جدا تدل على ان التقوى مهمه جدا نتجنب معاصي الله عز وجل ونقدم على اوامره سبحانه وتعالى هذا هو المفهوم العام لكلمه التقوى. طيب ناخذ هذا السؤال الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معك الطالب عبد الله ماجد. لدي سؤال لك يا شيخ. ما ما موضع الاتفاق بين الرسالات السماويه السابقه والاسلام؟ آه جزاك الله خير وليدي عبد الله على هذا السؤال. مواضع الاتفاق بين الرسالات آه طبعا هي كثيره منها طبعا الاساس في هذا طبعا في في في, في كل ما سنقوله هو انهم دعوا الى الله عز وجل ودعوا الناس الى اله واحد لا شريك له ما من نبي الا ودعا بذلك ما لكم من اله غيره هكذا وهذه هي الدعوه وهذه القمه في الدعوه لان اذا بدانا بالعقيده وكانت العقيده صحيحه فما ياتي من بعدها يكون إن شاء الله مقبول وصحيح أما إذا كانت العقيدة منحرفة وزائفة فكل ما يأتي بعد ذلك لا يقبل حتى لو كان صاحب أخلاق وصاحب يعني 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 تعامل طيب مع الآخرين وكذا أو أنه يتصدق ما ينفع هذا لا بد من العقيدة أول شيء الصحيحة هناك أيضا مواضع اتفاق بين الشرائع وهي مسألة الثواب والعقاب الثواب العقاب هذه أمور أيضا متفقة بين الشرائع فنجد مثلا في قول الله سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعي سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى كل واحد كل واحد يعني يحاسب لوحده ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا في كل الشرائع كل الشرائع فيها هذا المبدأ الإنسان إذا أخطأ هو يتحمل خطأ وإذا أحسن هو الذي يستحق هذا الإحسان هذا مثال على الأمور المتفقة بين الشرائع أيضا هناك اتفاق آخر وهو مسألة التزكية تزكية النفوس هذا ايضا شيء مشترك بين الانبياء عليهم الصلاه والسلام والمقصود بذلك طبعا الشرائع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. تزكيه النفوس هذا امر مشترك. ما من نبي، ما من رسول، كل الشرائع دعت الى تزكية النفوس. وهذه التزكية الحقيقية مهمة جدا. لأن دين الله عز وجل عظيم. أحكام حلال وحرام فقط لا. من مع الحلال والحرام أيضا الأخلاق والأدب والسلوك. لذلك الإنسان الصادق الذي يؤثر في الآخرين يكون يحمل العقيدة مع الأخلاق. اما يحمل عقيده بدون اخلاق هذا يشوه على الدين ويبعد ويبعد الناس على آآ آآ عن الالتزام بهذا الدين فالناس ماذا تقول؟ تقول شوف هذا مسلم يصلي او يصوم لكن اخلاقه يكذب يعني يرتشي يزور هذا لا شك انه بعيد عن الاسلام والاسلام لا يقبل بهذا فكان في تناقض يعني كان الجانب العقدي في جانب والجانب والجانب التطبيقي في جانب اخر. ما ينبغي للمسلم ان يكون بهذا. وكما قلت يعني امور كثيره مشتركه لكن هذا بشكل عام. طيب نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان نعود اليكم ان شاء الله بعد الفاصل. عدنا إليكم بعد الفاصل حياكم الله يا بناتي في هذا البرنامج برنامج الأطفال يسألون معنا هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله أنا الطالب حسن سالم أه سؤالي لك يا شيخ ما هي معجزة نبي الله عيسى عليه السلام جزاك الله خير وليدي حسن على هذا السؤال ما هي معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام أه أولا جزاك الله خير هذا السؤال جيد عيسى عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى اعطاه معجزات وجرت على يديه ايات كثيره عيسى عليه الصلاه والسلام منذ ان ولد وهو ترافقه المعجزات عيسى ولد من غير زوج يعني امه جاءت بعيسى من غير زوج هذه من ايات الله لان الله يعني يجعل الاشياء تكون بلا سبب ما في سبب فوجده الله عز وجل وهو ايه من ايات الله اول ما خرج من بطن امه تكلم والصغير اول ما يخرج من بطن امه ما يتكلم يعني صغير جدا فاول ما خرج من بطن امه تكلم وخاطب اهل امه خاطبهم كلمهم عيسى عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى جعله مباركا وكان عليه الصلاه والسلام في حياته اراد اليهود قتله فرفعه الله عز وجل الى السماء ببدنه وبروحه فهو حي لا زال حي الى الان يعني هو حي عليه الصلاه والسلام وعيسى عليه الصلاه والسلام بفضل الله سبحانه وتعالى وبمشيئه الله يبرئ الاكمه وغير ذلك. ولذلك هذه من الامور التي تحدى بها عيسى قومه لان في زمن عيسى كان الطب منتشر الطب. فالله عز وجل جعله جعل له هذه المعجزه كما ان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان منتشر او معروف عند العرب اللغه العربيه الفصيحه. فتحداهم الله عز وجل بما هم فيه من هذه اللغة وما عندهم من فصاحة كذلك في زمن يعني موسى عليه الصلاة والسلام كان منتشر بينهم السحر فتحداهم الله عز وجل بذلك وهكذا المهم عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان سينزل في آخر الزمان ويقاتل مع المسلمين ضد الدجال الدجال يهودي وينتصر المسلمون في هذه المعركه وذلك ان عيسى عليه الصلاه والسلام هو الذي يقتله يقتله بالحربه في منطقه تسمى لد اللي هي الان مطار اسرائيل فيقتله عند ذلك يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله فنزول عيسى يتبع دين النبي عليه الصلاه والسلام محمد ما ياتي بجديد عليه الصلاه والسلام ولذلك هو يصلي خلف المسلمين ويموت في الأرض ويدفن ويصلى عليه في المدينة المنورة عيسى عليه الصلاة والسلام آية نعم وأمه آية أيضا فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه المعجزات وهذا طبعا أيضا بشكل عام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته